فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن المرأة المحدة لا ترقى إلى السطح ولا تنظر إلى القمر ولا تكلم الرجال الأجانب أبدا؟ هذا فتاوى العوام، لا كل هذا ما هو صحيح. يعني ترقى بالسطح، تروح للحوش وما أشبه ذلك. نعم، ما تمنع إلا مما منعها منه الشرع، لا ما منعها منه العوام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.